السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا أخبار على لاعب المنتخب الوطني المغربي، غادي نعرفوا شنو واقع معاهم بالتفصيل التفاصيل. ما نطولش عليكم ويلا نبداو على بركة الله. والبداية غادي تكون مع أمرابط سفيان اللي في الساعات القليلة الماضية خرجت عليه أخبار واللي كتروج من الصحافة الإنجليزية كتقول بأن المدرب الهولندي إيريك تن هاغ ما مقتنعش بمردود أمرابط في الفترة اللي دوزها حد الآن مع مانشستر يونايتد، وبأنه ما قدرش يتأقلم ليك مع أجواء البريمير ليغ، لذلك ناوي يستغنى عليه ويرجعوا مرة أخرى لإيطاليا مع نادي فيورنتينا. زائد قال لك عامل اخر اللي غادي يسرع عمليه انهاء الارتباط بالمغربي، وهو تالق اللاعب الشاب الانجليزي كوبي بواتينغ اللي عنده 18 سنه فقط. وباش نكونوا حتى حنا واقعين للامانه، امرابط سفيان في المجمل ما قدمش ذاك الاداء والمستوى اللي كنا كنسينو منه حنا كمغاربه. كنا كنتظروا منه امرابط ديال المونديال، امرابط ديال فرونتينا، ولكن ما شفناش حد الان حتى 30% من امرابط اللي كنعرفوه. وهذه كتبقى وجهه نظري الشخصيه ولا الزم بها احد، لانه كي اللي غادي يبغي يلقى لك مثلا عذر على ان المان يونايتد اصلا كامله ناقصه وعنده مشاكل وما شابه ذلك، او حاليا هما في مرحله انتقاليه بمعنى تجديد الفريق، وبان المغربي جاف الظروف الغير مستقره و الى اخره، واللي ما ساعدتوش باش يتاقلم دغيا مع الفريق. وباش نكونوا واقعيين، هذه اعذار وهي ما منها والو. ومن وجهه نظري لو كان سفيان غادي يبقى على نفس هذا الليفل، من الاحسن اللي يرجع لايطاليا في هذه الانتقال الشتويه ويرجع التالق والفورمه ديالو مع فيورنتينا، ومن بعد ياخذ الخطوه القادمه على خاطره غير بالعقل. صحيح غادي تكون خطوه للخلف، ولكن من بعد غادي تكون خطوه للامام. غير هذه المره خاص الخطوه تكون مدروسه محكمة بنسبة 100%. أما للسامر مع المان يونايتد حتى نهاية هذا الموسم بهذا النيفو، فمن غير أنه غادي يضيع الوقت فراغ غادي يبقى يتلقى انتقادات هو في غنى عنها، بحال مثلا جيمي كاراغان لاعب ليفربول السابق طلع في تحليل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الأخيرة وقال لك بأن أمرابط لا يستطيع الركض، زعما بغى يقول تقال بزاف أو كما كيتقال بأنه غير مناسب للدوري الإنجليزي. بمعنى آخر الريتم ديال البريمير ليغ مختلف عن الدوري الإيطالي. بالمختصر المفيد، هذه هي الوضعية الحالية ديال سفيان أمرابط اللي بارطاجيتها معكم بالمصادر، واللي كيبقى في الاول والاخير كلام الصحافه وما كاين حتى شي حاجه رسميه. وبين قوسين كنختلف مع الصحافه الانجليزيه اللي دغيا حكموا لك على الدوري المغربي امرابط بان الدوري الانجليزي ماشي مناسب ليه بحكم الريتم العالي ديالو وما الى ذلك، لانه لا رجعوا شويه الفلاش باك غادي يعرفوا بان امرابط انفجر في اقوى بطوله في العالم اللي هي المونديال، واللي الريتم ديالها طبعا طالع بزاف. وندوزو دابا عند الدوري المغربي الاخر ياسين بونو اللي كالعاده لا جديد، بحيث كل مره في كل مباراه كيخرج بكلين شيت، وهذه المره كان في الماتش ديال البارح ضد نادي ابها. وكالعاده ناخذوا شي راد نفصلو مزيان بحال هذا اللي كان في الدقيقه 45، والنتيجه انا داك كما كتبان لكم كانت 2-0. هنا بعدا لاحظوا معايا مزيان تحركات اللاعب اللي غادي يجر لك مع المدافع ديال الهلال، واللي اوتوماتيكيا خوا او خلق هذه المساحه اللي كتشوفوها دابا اللي زامل في الفريق اللي كيدير حاليا لابيل دو بار. نعاودو نرجعو اللقطه من ازيرو باش توضح لكم الصوره بشكل اكبر. هنا كما قلنا اللاعب الاول جر لك مدافعين اللي كيخلق المساحه للزميل ديالو اللي حتى هو مباشره كيستغلها وكيتمركز بشكل صحيح، ثم كيتلعب الكره وكيتوصل بها كما كيبان لكم بالواضح، والاستلام ديالو كان بدون اي ضغط يطبق عليه لاسباب كنا شرحناها غير قبيله. هنا كي كادر كيفرابي بوم، الا انه كيلقى باراد رائع من الدولي المغربي ياسين بونو اللي كان واقف من الاول في المكان الصحيح، وبذلك سهل على راسه باش يطاكي هذه الكره. ومن الاخر بونو ياسين حاكم في دوري روشن وبالارقام، بحيث حد الان لعب في الدوري فقط 16 ماتش، خرج منهم ب 11 كلين شيت اي بشباك نظيفه، وكاين امكانيه باش يحطم رقم القياسي ديال حاس كروهي اللي في موسم واحد خرج ب 18 كلين شيت، وحنا كنهضروا فقط على الدوري السعودي. اذا حاليا بونو خاصو 9 ديال المباريات يخرج بشباك نظيفه الا بغى يحطم رقم القياسي ديال حاس كروي، علما باقي ياسين بونو 16 مباراه، زائد ما نساوش انه غادي يلعب كاس افريقيا مع المنتخب، يعني قول باقي ليه قل من 16 ماتش. عموما تقييم ياسين بونو هو 7.2. اما اسماعيل سيباري فمؤخرا هضرنا عليه بزاف بعد التالق ديالو مع نادي بي اس في ايدهوفن، وكنا كذلك درنا تحليل الاهداف والتحركات ديالو بالتفصيل التفاصيل، يعني عطينا حقه ديال بصح. الجديد هو هذه المره سيباري اسماعيل تلقى كلام جميل جدا من نجم الكره الهولنديه اللي كاملين كنعرفوه كمغاربه واللي هو ويسلي شنايدر، والتصريح ديالو كان مع قناه فيرونيكا اوفسايد واللي قال بالحرف طريقه لعب سيباري بمثابه رقصه ساحره على ارضيه الملعب، انه ساحر حقيقي بالكره ويسحر الجماهير بمراوغاته التي لا يمكن التنبؤ بها وسرعته التي لا مثيل لها، اسلوب لعبه شجاع يجعله خصما هائلا لاي دفاع، انه قادر على استخدام الكره كامتداد لجسده وقدرته في التفوق على الخصوم بذكاء.